بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. سأقدم بإذن الله تعالى في هذا المقطع مقدمة في الرياضيات المالية، تتكون من جزئين. هذا هو الجزء الأول، وإن شاء الله بعد ما أنتهي من تسجيل وتحميل هذا الجزء سأسجل وأحمل الجزء الثاني. هذا المقطع أتى تعويضا عن مقطع سابق تخللوا بعض الأخطاء، كان في موسيقى وفي بعض الكثير من الأشياء التي تشتت انتباه المتابع، فسأبدأ على بركة الله. الدرس الأول في الرياضيات المالية First Lesson in Financial Mathematics، إن شاء الله سنتعلم بإذن الله في هذا المقطع المبادئ الأولية للرياضيات المالية، وتشمل موضوعات مثل ما يلي: معدل العائد على الاستثمار Rate of Return on Investment ROR كما يسموه، القيمة الحالية للتدفق النقدي Present Discounted Value of Cash Flow طبعا PDV، القيمة المستقبلية للتدفق النقدي Future Value أو FV، سعر أو معدل الفائدة الاسمي Nominal Interest Rate لو R sub N، سعر الفائدة الفعال Effective Interest Rate R sub E، سعر الفائد الحقيقي Real Interest Rate R sub R، معدل العائد الداخلي Internal Rate of Return IRR، ومتوسط العائد المركب المتوسط الهندسي اللي هي Geometric Rate of Return or Average Rate of Return on an Investment GRR. هذا هو الجزء الأول من يعني الدرس اللي هو الدرس الأول في الرياضيات، لكن يتكون من جزئين، فهذا هو الجزء الأول. أما الجزء الثاني والدرس الثاني فسيحتوي استكمالا للجزء الأول الموضوعات التالية: المدة التي يحتاجها مشروع استثماري لاستعادة الكلفة Payback Period، الثنائية كما ترجمتها مجامع اللغة العربية Annuity A sub N، القيمة المستقبلية للثنائية العادية Ordinary Annuity Future Value of It of course، الثنائية المستحقة Annuity Due A sub D، وعندي الدفعات المطلوبة لإطفاء السند Retiring Bond، وعندي الثنائية المؤجلة Deferred Annuity، وأخيرا كيف نحسب سعر سهم معين يتداول في سوق الأسهم Price of Stock. فهذا هو الجزء الثاني إن شاء الله، وعلى بركة الله نبدأ. فأول مفهوم إن شاء الله هو معدل العائد على الاستثمار Rate of Return on Investment ROR. هو العائد على الاستثمار هو أبسط معدل يستخدم في معرفة نجاعة الإفشنسي، كما يحلو لبعض الأساتذة العرب يطلق عليها كفاءة، لكن بعد مراجعة مجمع اللغة العربية وجدت بأن كلمة نجاعة هي الكلمة المناسبة. نجاعة الاستثمار هي Efficiency of Investment، ويعرف رياضيا ROR كما يلي: ROR Rate of Return on Investment تساوي P sub G ناقص أو سالب P sub I على PI، حيث ترمز PG لقيمة المكاسب المتحققة من الاستثمار بما فيها الاستثمار نفسه. وسنضرب مثال عليها. إذا PG هي قيمة ما يتحقق من الاستثمار زائد قيمة الاستثمار الأصلي لكل الاستثمار طبعا. وعلى سبيل المثال لنفترض بأن أحدنا استثمر مبلغ مقداره 1000 دينار عند بداية السنة، وأصبح قيمة الاستثمار في نهاية السنة 1200 دينار. بناء على ذلك يكون معدل الاستثمار، إذا استثمرنا إحنا 1000 دينار ف P sub I 1000، الآن أصبحت 1200 اللي هي P sub G، وبالتالي Rate of Return يساوي 1200 ناقص 1000 مقسم على 1000 يساوي 20%. بالمتوسط يعني هذا الاستثمار أعطاني 20% أو در ربح على صاحبه، على مالك هذا الاستثمار أو صاحب الاستثمار بمعدل 20%. القيمة الحالية لتدفق نقدي Present Discounted Value PDV تعرف كما يلي: تعرف القيمة الحالية لأي تدفق نقدي Cash Flow بأنها مبلغ النقود الذي يتم تخفيضه، لأن نخفض قيمة النقود قوتها الشرائية كناية عن ماله، كناية عن فقدان القوة الشرائية مع الأيام مع الزمن. بناء طبعا تخفض بناء على معدل خصم معين، قد يكون سعر الفائدة، قد يكون معدل التضخم، أو أي معدل خصم يختاره الشخص المعني متخذ القرار صاحب الفكرة، لتعكس القيمة الحالية للنقود وتعرف رياضيا كما يلي: This is PDV Present Discounted Value أو القيمة الحالية
للتدفق النقدي تساوي مجموع. أرجو أن أتمنى يعني على السادة المشاهدين الذين لا يعرفون كيفية التعامل مع إشارة الجمع هذه summation notation أن يرجعوا إلى مقطع سابق كنت قد حملته على اليوتيوب ويبين بتفاصيل دقيقة وعميقة كيف نستخدم إشارة الجمع هذه. فالبي دي في تساوي حاصل الجمع من الفترة الأولى السنة الأولى تي تساوي واحد حتى نهاية الفترة اللي هي N لحاصل قسمة التدفق النقدي في الفترة تي مقسم على واحد زائد R للقوة تي حيث R اللي هو سعر الخصم هنا التدفق النقدي وتساوي C الأولى اللي هي تدفق النقدي في الفترة الأولى مقسم على واحد زائد R اللي هو واحد زائد سعر الخصم زائد التدفق النقدي في الفترة الثانية مقسم على واحد زائد R الكل تربيع زائد زائد حتى ننتهي بالأخير بآخر تدفق نقدي ورد مقسم على واحد زائد R للقوة N بالحالة هاي حيث ترمز C sub T للتدفق النقدي المتوقع في الفترة T و R لمعدل الخصم كما ذكرنا. سأضرب مثالا طبعا على ذلك. لنفترض بأن تدفقات نقدية متوقعة من استثمار ما هي 100 دينار سنويا لمدة 5 سنوات، يعني معنى آخر أنه هناك استثمار يدر على صاحبه 100 دينار سنويا لمدة 5 سنوات. يعني هذه الدنانير 100 دينار كل سنة ستأتي في المستقبل. طب ما هي قيمتها الحالية؟ ما هي قوتها الشرائية بناء على سعر خصم سيؤدي إلى تدهور قوتها الشرائية في المستقبل؟ فمنطبق مباشرة طبعا يمكننا حساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية في دي بناء على معدل خصم معين، قد يكون معدل التضخم أو سعر الفائدة السائد أو أي قيمة مختارة. لنفترض بأن سعر الخصم هنا بأنه 5%، فيكون بالحالة هاي الـ PDV حاصل الجمع من الفترة الأولى تساوي 1 إلى 5 لأن 5 سنوات تحدث، 100 دينار لكل سنة مقسم على 1 زائد سعر الخصم اللي هو 5% الكل القوة T. فأخذنا السنة الأولى وقسمناها على 105%، السنة الثانية مقسمة على 105% تربيع على السنة الثانية، وهكذا حتى أنتهي من السنة الخامسة والأخيرة اللي هي 100 على مقسمة على 1.5% الكل القوة 5. فبتكون قيمة الصافية الحالية الآن قوتها الشرائية حسب سعر الخصم إن كان يعني دقيقا بتساوي 432 دينار فاصلة يعني 9.4777 بالعشرة آلاف من الدينار، يعني تقريبا 433 دينار قوتها الشرائية الآن بناء على سعر الخصم مقداره 5% وليست 500 دينار. أوكي. الآن القيمة المستقبلية للتدفق النقدي Future Value FV تعرف القيمة المستقبلية FV للتدفق النقدي Present Value. هلأ تدفق نقدي الآن بيجيني شو قيمته المستقبلية؟ لأنه سينمو مع الأيام حسب سعر فائدة حسب تضخم حسب أي عامل من العوامل التي تؤدي إلى زيادة القيمة على الأقل الإسمية. تعرف القيمة الإسمية بأنها القيمة التي تتراكم خلال المستقبل على فترات محددة عددها T وتعرف رياضيا كما يعرف سعر الفائد المركب، وراح أضرب إن شاء الله مثال على سعر الفائد المركب حتى أذكر المشاهد المتابع الكريم كما يلي. الآن الـ Future Value القيمة المستقبلية تساوي الـ Present Value القيمة الحالية مضروبة في 1 زائد R لكل القوة T. R الآن هو سعر الفائدة سعر الخصم سعر التضخم شو ما كان، بس المهم قيمة مستقبلية. فعادة يؤخذ سعر الفائدة كعامل يعني من عوامل مهمة جدا في معرفة ما يسمى بالفيوتشر فاليو أو القيمة المستقبلية. فلنفترض على سبيل المثال بأن مبلغ النقود مقداره 1000 دينار قد أودعت في حساب توفير لمدة 10 سنوات، يدر هذا الحساب يدر فائدة معدلها 10% سنويا. بناء على ذلك تكون القيمة المستقبلية عند نهاية السنة العاشرة كما يلي: فيوتشر فاليو تساوي بريزنت فاليو 1000 دينار مضروب في 1 و1 بالعشرة 1 بالعشرة اللي هنا سعر الفائدة الكل القوة 10 10 اللي هي 10 سنوات ويساوي 2593 وتقريبا 3/4 دينار، تقريبا يعني نتحدث عن 2594 دينار قيمتها المستقبلية. 1000 دينار الآن قيمتها المستقبلية 2593 دينار مع هذا الجزء من الدينار بعد 10 سنوات عفوا سعر أو معدل الفائدة الاسمي nominal interest rate R sub N اللي هو معدل الفائدة السنوي المتفق عليه بين المقترض والمقرض،
وعادة ما يحسب أو يتراكم لأكثر من مرة خلال السنة. يعني بصير عندي accumulation أو تراكم أكثر من مرة بالسنة، كأن نقول شهريا لو 12 مرة بالسنة أو كل ربع 4 مرات بالسنة. وعلى سبيل المثال 10% R sub N اللي هي nominal interest rate 10% سنويا يراكم مرتين أو 4 مرات في السنة. سأضرب عليها مثال طبعا إن شاء الله. دعني أذكر الآن في هذا المقطع في هذا في هذه الشريحة بسعر الفائد المركب compound interest rate. في المثال الآتي معدل الفائدة المركب 12%، تتراكم الفائدة على أصل المبلغ والفوائد المتراكمة عليه 4 مرات في السنة لمدة 5 أرباع اللي هي السنة والربع. فطبعا الفائدة المركبة ربعيا، عندي الربع هنا بداية الربع، الربع الأول الثاني الثالث وهكذا. القيمة عند بداية الربع مضروبة في معدل الفائدة مضروبة في ربع أو هذا مقسم على 4، يا أما بنضرب ربع أو بتقسم على 4 بيعطيني النتيجة نفسها. طبعا بيعطيني الآن الفائدة التي تراكمت خلال الربع عن المبلغ المودع في الحساب، وهنا طبعا القيمة عند نهاية، عفوا هذه خطر طباعي، عند نهاية الربع. فمثلا أودعت 10,000 دينار في حساب يدر 12% فائدة سنويا، لكن تراكم 4 مرات في السنة، يعني نقسم على 4، فهذا يعني أنه 10,000 دينار في نهاية الربع الأول أعطتني 300 دينار، يعني ربح الحساب أو زادت قيمته بمقدار 300 دينار، فأصبح المبلغ النهائي في نهاية الربع الأول 10,300 دينار. هذا المبلغ الآن سيذهب إلى بداية الربع الثاني ويبدأ التراكم عليه على 10,000 زائد 300 معه. وبالتالي الآن في الربع الثاني second quarter هون first quarter هون second quarter بنبدأ ب10,300 دينار مضروبة في 12% مضروبة في ربع أو مقسمة على 4، فبيعطيني بالحالة هاي الفائدة التراكمية تساوي 309 دينار. عفوا يعني الآن أعطاني بالأول 300 دينار، الآن 309، فالتسعة دنانير الزيادة هاي هي فائدة على الفائدة، فبكون مجموع المبلغ 10,609 دنانير مع نهاية الربع الثاني. هذا المبلغ سيذهب إلى بداية الربع الثالث وهلم جر. فالربع الثالث ببدأ ب 10,609 تنتهي ب 10,927.27. الربع الرابع والخامس، طبعا الرابع ببدأ ب 10,927 اللي هي نهاية الربع الثالث وبتنتهي ب 11,255.9. وأخيرا الربع الخامس اللي هو بعد انتهاء السنة كاملة وانتهاء الربع الأول من السنة التالية ببدأ ب 11,255.09 وانتهي ب 11,592.47. يعني الآن 10,000 أصبحت 11,592، أي الفرق بكون 1,592.74. خلينا أحكيها كما وردت بالإنجليزي compound interest on 10,000 جوردن دينار at 12% compounding quarterly for 5 quarters بكون النهاية ما حصل داخل يعني أو ما زاد الحساب عليه بكون 1,592.74 فلس، يعني 1,592.74 JD. سعر الفائدة الفعال، الآن الفعال يختلف عن النومينال. الآن الاتفاق بين المقرض والمقترض ممكن يكون 5% 10%، لكن الفعال الحقيقي كم الآن يتراكم، كم مرة بالسنة يتراكم سعر الفائدة أو الفائدة تتراكم. فعادة يعرف سعر الفائدة الفعال R sub E يساوي 1 زائد سعر الفائدة مقسم على عدد الفترات التي يتراكم فيها لو قوة 4. يعني ضربنا هم مثال، على سبيل المثال لو كان معدل الفائدة الاسمي 10% ويراكم 4 مرات في السنة، فإن معدل الفائدة الفعال من خلال هذه الصيغة يساوي طبعا مطروح منه 1 10.3813%. معنى آخر العشرة ليست 10% كما يتوهم البعض، لأنه هذا هو سعر الفائدة النومينال والاسمي. أما الفعال فيجب علينا أن نأخذ باعتبار كم مرة يتراكم في السنة، بما أنه بتراكم 4 مرات تكون النتيجة النهائية
انه اكثر من 10% بهذا المقدار 0.381 او فاصلة 381%. لنفترض بان مبلغا من النقود كمثال مقداره 1000 دينار تم ايداعه في حساب لمدة سنة ويعطي فائدة او يدر فائدة معدلة 10% سنويا تتراكم 5 مرات في السنة، بناء على ذلك يكون سعر الفائدة الفعال كما يلي: يعني 5 مرات 10% سعر الفائدة، كم مرة بتراكم بالسنة 5 مرات؟ فإذا الإفكتيف انترست ريت يساوي 1 زائد 10% مقسم على 5، الكل القوة 5، مطروح منها واحد صحيح بكون بالحالة هاي سعر الفائدة الفعال تقريبا 10.5 إلا شوية طبعا 10.4081%. الآن سعر الفائدة الحقيقي، الحقيقي الآن يجب علينا أن نأخذ بعين الاعتبار عوامل أخرى تؤثر على القوة الشرائية لوحدة العملة الدينار أو الدولار أو كيفما اتفق، يعني وحدة العملة التي يتم إيداع فيها بحسابات بنكية وما شابه. فعادة ما تعرض الاقتصادات إلى ظاهرة تضخم التي بدورها تؤدي إلى تآكل قوة الشرائية لوحدات النقد. في هذه الحالة يتم حساب سعر الفائدة الحقيقي، وذلك بإدخال معدل التضخم inflation rate اللي هو I في معادلة سعر الفائدة الاسمي كما يلي: سعر الفائدة الحقيقي real interest rate يساوي 1 زائد سعر الفائدة الاسمي nominal، هذا الحقيقي هاي النومينال مقسم على 1 زائد I اللي هو طبعا سعر الفائدة عفوا معدل التضخم I، نطرح منها واحد صحيح. يعني لنفترض بأن سعر الفائدة الاسمي هو 10% وأن معدل التضخم 5%. لاحظوا لي الآن، لنفترض أنه الواحد بتوهم أنه والله وضع أمواله في حساب بنكي بعطيه 10%، لكن لا يأخذ بعين الاعتبار أنه التضخم قد يكون 5% 10% أو أكثر من هيك. فإذا كان 10% معناته لم يربح الحساب أي شيء، إذا كان أكثر من 10% معدل التضخم بالحالة هاي يخسر، إذا كان أقل بكون يعني ببين بالحالة هاي. ففي هذا المثال السعر الفائد الحقيقي real interest rate يساوي 1.10% مقسم على 1.5%، مطروح منها واحد صحيح، وبالتالي بعطينا الجواب تقريبا 5 إلا ربع 4.762%، وهي أقل بكثير من 10% اللي توهم صاحب الحساب بأنه بحصل عليها. لم يأخذ بعين الاعتبار أنه في عندي تضخم سنوي مقداره 5% أو معدله 5%. معدل العائد الداخلي internal rate of return واحد من المقاييس اللي يلجأ إليها الماليون حتى يقرروا أن الاستثمار هذا يعني مجدي ولا لا، مقارنة مع مما يعني ما هو سائد من أسعار فائدة أو معدل ربحية، يعرف رياضياتيا كما يلي. الآن يجب اللي هون خلينا نقول نقرأه بالله، يعرف معدل العائد الداخلي IR بأنه سعر الفائدة، سعر الفائدة أو الخصم، سعر الفائدة أو الخصم الذي يجعل القيمة الحالية للتدفقات النقدية مساوية للصفر، أي أن الآن الصفر هذا مساوي للصفر. طرحنا الآن وضعنا إشارة السالب على هذا قيمة الاستثمار الأولي، من قيمة الاستثمار هذا عندما يعني أصبح sunk cost بالنسبة لنا أو كلفة، هاي الكلفة بده يترتب عليها انه بده يجي تدفقات نقدية، سيأتي تدفقات نقدية الى صاحب هذا الاستثمار، مقدارها التدفق النقدي في الفترة الاولى في الفترة الثانية في الفترة الثالثة. فالان ما هو هذا الرقم، هاي الـ IRR، شو هذا المعدل الذي يجعل الفرق بين هذا المبلغ اللي هو سانكوس او الكلفة الابتدائية مع قيمة القيمة الحالية للتدفقات النقدية مساوية للصفر؟ هو الـ IRR. حسابه ليس بالبسيط، مرات يعني تأخذ مني نص ساعة ولا ساعة حتى أحسب مسألة بسيطة على الآلة الحاسبة، فكان برنامج الإكسل بالنسبة إلي أهم يعني خلينا نقول وسيلة فنية إني أحصل على IRR. في هذا المثال نفترض بأن استثمارا بقيمة 1000 دينار يدر عائدا متوقعا مقداره 300 دينار سنويا لمدة 5 سنوات، معناته عند C1 C2 كذا 5 سنوات اللي هي 300 دينار، فبكون المعدل العائد بحال هاي طبعا هنا صفر تساوي سالب الألف، الألف سالب زائد مجموع التدفقات النقدية مقسم حسب الأصول على 1 زائد IRR للقوة تساوي صفر طبعا، وتساوي سالب ألف حتى نخصمها من قيمة التدفقات النقدية.
زائد مجموع التدفقات النقدية مقسمة حسب الأصول على 1 زائد IRR للقوة. ها هنا في للقوة سقط السهوا وأعتذر أشد الاعتذار. فللقوة 1 2 3 حتى ننتهي بالخمسة، فطلعت حسب الآلة الحاسبة تساوي 15% بعد عناء. مثال آخر بالإكسل، لنفترض بأن استثمارا بمقدار 1000 دينار يعطي عائد سنوي لمدة 5 سنوات كما يلي. كان الآن هاي السنة مقابلها التدفق النقدي في مقابل كل سنة. الآن هاي الصفر بتقول إنه متى بدأ الاستثمار؟ دفعنا 1000 دينار وحطينا الإشارة السالبة حتى نخصمها من قيمة التدفقات النقدية أو يعني تراكمها. فالسنة الأولى الاستثمار أعطاني أو التدفق النقدي الأول 500 دينار، السنة الثانية أعطاني 400 دينار، السنة الثالثة أعطاني 500 دينار، السنة الرابعة 200 دينار، وآخر سنة أعطتني 100 دينار. الآن هذه التدفقات النقدية بدي أعرف، يعني المطلوب مني أن أعرف ما هو معدل العائد الداخلي الذي يجعل الفرق بين هذه القيمة 1000 دينار والقيمة المخصومة بين هذه الأشياء بعد تقييمها صفرا. فالجواب طبعا في الشريحة الثانية بيكون بالحالة هاي حسب برنامج الإكسل، وهو فعلا من البرامج الرائعة جدا. طلع عندي كما يلي، يعني 0 تساوي سالب A زائد مجموعة التدفقات النقدية مقسمة على 1 زائد IRR قوة T. عندما وضعت الأرقام بالإكسل، سالب 1000 زائد 500 على 1 زائد IRR القوة 1، هنا القوة 2، وهكذا حتى انتهيت. وبالتالي بيطلع عندي 27%، أي أن معدل العائد هو 27%، يجب أن يعطيني على الأقل 27% حتى تكون هذه القيمة صفر. إذا كان أقل من هيك بخسر، إذا كان أعلى من هيك بكون يعني بالحالة هاي يعني لازم 27% مشان يعطيني صفر. عفوا، متوسط العائد المركب اللي هو المتوسط الهندسي geometric rate of return or average rate of return on investment، يعطي المتوسط الهندسي معدل العائد على الاستثمار لكل فترة إذا تم حساب العائد لعدة فترات أو أكثر من فترة خلال فترة الاستثمار. ويعرف متوسط العائد الهندسي رياضيا كما يلي، هو GRR يساوي الجذر نون، جذر النوني اللي هو nth root لحاصل ضرب 1 زائد معدل العائد للفترة الأولى، زائد ضرب 1 زائد R اللي هو معدل العائد للفترة الثانية، وهكذا حتى أنتهي من هذا. هلا كل يعني في بعض الاستثمارات ممكن استثمرت 1000 دينار السنة الأولى أو الفترة الأولى أعطتني 10%، الفترة الثانية 15%، الفترة الثالثة انخفضت أو زادت. فهي R1 R2 R3 وهكذا قد تختلف بين فترة وأخرى. فبكون متوسط العائد الهندسي معطى بهذه الصيغة. لنفترض عندي مثال بأن استثمارا مقداره 1000 دينار يدر عائدا معدله 15% للسنة الأولى، 8% للسنة الثانية، 5% للسنة الثالثة. بناء على ذلك يكون متوسط العائد GRR السنوي للفترات الثلاثة كما يلي، اللي هو GRR يساوي الجذر التكعيبي الجذر الثالث ل 1.15% مضروب 1.8% مضروب ب 1.5% مطروح منه واحد صحيح، وتساوي 1.3041 ثلث، اللي هي يعني غيرنا صيغة الجذر إلى صيغة أس لكنه كسري، مطروح منه واحد صحيح. وبالتالي معدل الاستثمار، عفوا معدل العائد حسب صيغة المتوسط الهندسي هو 9.254%، وأكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن يكون قد قدم الفائدة المرجوة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.